بعد سنوات من غياب الأحزاب السياسية عن العاصمة المؤقتة عدن، حدث ما لم يكن متوقعاً. المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم سابقاً والمنقسم حالياً هو الأول ظهوراً بلقاء موسع جمع أكثر من 1000 مشارك من القيادات المركزية والمحلية في إطار المحافظات الجنوبية. هذا هو أعظم مؤتمر شفته منذ يمكن 5 سنين أو 7 سنين. فاليوم عاد إلى المؤتمر عاد له روحه، ممثلة بضخامة الأخ رئيس عبد الربه منصور هادي رئيس المؤتمر الشعبي العام. اللقاء رفع شعارات عدة أهمها تعزيز شرعية الرئيس هادي وتمكين مخرجات الحوار الوطني، كما وجه رئيس لجنته التحضيرية الوزير أحمد الميسري رسائل عدة منها إلى قوى الحراك المناوئة للشرعية، فيما يقدم الميسري تمثيلا آخر للقضية الجنوبية قد تشكل معطى جديدا في الحياة السياسية. نحن سعداء بتواجد القواعد، ونحن كانت هي لوحة رائعة اليوم قدمناها في قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام للمحافظات الجنوبية. الحضور كان أكثر من المأمول به، أكثر من 100%. فنحن نأمل بأن هؤلاء ما زالوا أعضاء وقواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام في الصفوف الأولى. لدينا رسالة نريد أن نقدمها لشعبنا في الجنوب أو لشعبنا على مستوى الوطن، بأننا رعاة سلام، وبأن من أراد أن يتنافس عليه بالصندوق، فالصندوق وصوت الشعب هو المشروعية الرئيسية. ردود الأفعال لم تتأخر من قبل النسخة الانقلابية للمؤتمر الشعبي في صنعاء كحزب مريض سار تركة موزعة بين ورثة رئيسه السابق الذي لم تتم مراسم دفنه بعد. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.